السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد. الليلة جايين في فرحة ونشوة صدارة الهلال، وهو كان مصدر اساسا، لكن يعني خلاص كده 3 نقاط، والسنة دي الفارق 30 نقطة ان شاء الله، والفريق الثاني حيدوب النهود، والثالث الفلاح عطبرة، وان شاء الله المريخ هو في المركز الرابع، ممكن يشارككم فدراليا وممكن لا. الرابطة بعد طبعا يا مريخاب بعد عطبرة، وان شاء الله عطبرة انتم عارفينها بلد الحديد والنار. الهلال طلع من الفلاح بكرامة البليلة، فانتوا حتطلعوا بكرامة ما كرامة البليلة، كرامة الا تضبحوا حتى تطلعوا، وده اذا طلعتوا بنقطة بتاع التعادل. ما تقول لي انا لعبت معاه في وكسبتوا، انت في الخرطوم كسبتوا، ولكن في عطبرة الكلام غير. حاولوا حافظوا على المركز الثالث يا جماعة، أو الرابع، لأنه زي ما قلت لكم حيدوب النهود والفلاح عطبرة عندهم كلام في الموسم ده، وحاولوا خلوا الصوبات في حاله، وخلونا إحنا في حالنا، لأنه الصوبات قاعد، وحتى لو مشى حول الهلال أنتوا عارفينها ولادة، وكل ما مشى زول يجي الثاني بيكون أصعب من أخوه، عشان كده خلوا الصوبات، فجنا تعرفوا أحسن من جنا ما بتعرفوا. الكبير كبير والهلال هو كبير هذه البلد، وما تتعبوا. وحازم مصطفى عامل شغل جميل جدا، انا عجبني جدا في انه يعني بينشط الكوادر بتاعنه، بيقول لهم اكتبوا اللافتات اللي بتدعو برجوعي، حتى لو من باب لجنة التسيير، لانه انا اللي حمشي البلد يعني، او امشي البلد هاي، البلد بتاعت المريخ يعني بالطريقة اللي انتوا عايزينها، وحجيب لكم محترفين من عينة السعيدي وبومال وما شاكل ذلك، فهم محترفين بجد يعني. فالصوبات قاعد، والهلال السنة دي 30 نقطة فرق، وستة نقاط من المريخ، وثلاثة فاتوا 9، ومن حيدوب 3، والفلاح في عطبرة 3. أحسب لكم، انا متاكد السنه دي انتوا حتطلعوا بحاجات سمحه شديد تفرحنا نحن وتزعلكم انتوا. الهلال له الدوري كالعاده، وبفارق يفوق ال 18 نقطه اللي حدثت قبل كده، وناويين على شغل اكبر من اللي انتوا شايفين. الف مبروك الرابطة كوستي الانتصار، وان شاء الله يعني دقات 3 تارية كده في الخرطوم من فريق المريخ، إن شاء الله تثبتوا في الدوري الممتاز، لأنكم عملتوا حاجة جميلة جدا، وشكرا جزيلا. جيناكم في الفيديو سريع كده، إلى أن نلتقي في وقت آخر، وألف سلام حبايبي.